السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات. طبعا أخواني الكرام، اليوم معنا هيونداي 2017. طبعا جت فيها مواصفات جديدة وحلوة. الفئة اللي هي قدامنا هي فئة النصف، فيها مميزات حلوة جديدة بالنسبة لموديل 2017، وخاصة أني أذكر أني ما صورت فئة النصف، فإن شاء الله تعجبكم وتعجبكم المواصفات حق السيارة. نبدأ ننتقل ونتكلم عن السيارة. طبعا صور خارجية، يعني تصوير سريع من برا في السيارة. طبعا اخوان الكرام، نبدا نتكلم عن مواصفات المحرك والجير. فالمحرك زي ما هو معروف 1400 سي سي، طبعا محركين هم يجون، محرك 1400 سي سي و1600 سي سي. طبعا معانا هي فئه ال1400 سي سي، اربع سلندر جير اوتوماتيك سي في تي، طبعا ترونيك 6 سرعات، وهذا شيء مميز بالنسبه لنظام السي في تي في الهيونداي انه في ترونيك. مواصفات السيارة خارجية زي ما تشوفون، فيها طبعا كشافات ضباب، طبعا طيس ما هي جنوط، بالإضافة إنها إشارات مرايا. لكن فيها حاجة غريبة استغربتها، إن اسطب 2014 و2013 رجعوه على 2017، وهذه حاجة صراحة استغربتها في موديل 2017، إن ذاك كان شكله شبيه باللد، حتى توقعت إن الواجهة تكون نفس أول، لا لكن نفس نفس 2016، لكن الاسطب الخلفي صار زي 2013 و2012 بشكل قديم. عموما ندخل جوا السيارة ونتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. طبعا سيارة ريموت، زجاج كهربائي، طبعا مرايا كهربائية. بسم الله، والتكييف. طبعا السيارة مقاعد قماش بيج زي ما قلت لكم، زجاج كهربائي، مرايا كهربائية. عندكم هنا التحكم في مستوى النور الخارجي للسيارة. عندكم هنا نظام الثبات الإلكتروني، نظام جديد نزلوه هيونداي على موديلات 2017 لجميع فئات سيارات هيونداي، فهذه حاجة مميزة. عندكم هنا عداد الرحلات زي ما انتم شايفين، اللي فيه خليكم معي معليش، مستوى صرفية الوقود، يعني مستوى صرفية الوقود، معدل استهلاك البنزين، كم باقي معك في الرنج البنزين إلى آخره. عندكم تحكم بالنظام الصوتي موجود عندكم هنا. طبعا فيها سي دي مع مدخل يو اس بي موجود زي ما انتم شايفين تحت. طبعا تكييف من مستوى أربع، مكون من أربع مستويات. السيارة هذه مواصفاتها بالمختصر المفيد، جير ترونيك سي في تي ترونيك من 6 سرعات زي ما قلت لكم، وهذه حاجة مميزة في السيارة. وهذه خلفية السيارة برضو، مقاعد الخلفية. سعر السيارة تقريبا حدود 41,000 ريال، معروفة الهيونداي اكسنت ان في بحر السعر هذا. اهم الفروقات اللي جت يا اخوان الكرام في الهيونداي 2017، ان حتى فيها حساس كفرات لو تلاحظون معي موجود عندكم هناك، اللمبة هذه اللي ضفت الحين لاحظوها، هذه حساس كفرات موجودة، فصار فيها تقنية زيادة بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة. يعني نتكلم الحين، تكلمنا عن مواصفات السيارة الداخلية والخارجية، نتكلم عن مواصفات الأمن والسلامة، فهي فرامل ABS بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني مع عدد 5 حزمة أمام مع عدد 2 إرباك للسائق والراكب، بالإضافة إلى حساس الكفرات. برضو يعني مواصفات أمن وسلامة تفوقت فيها 2017. باقي تويوتا نشوف وش عندهم تعديلات بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة لموديلات 2017. عموما أخوان الكرام، ما يحتاج نطول بالفيديو، هذه أكسنت كلنا نعرف السيارة وكلنا نوثق فيها، ونصاب وكذاب ومعليش، يعني اللي يقول لك سيارة ما هي كويسة معليش، يعني غص، يعني ما سيارة في الشارع زي النمل مستحيل تكون ما هي كويسة. سيارة قطع غيارها موجودة حتى في يعني مثلا واحد ممكن يقول لك يبيع قطع غيار ألماني، تلقى عادي فاتح له قسم حق هيونداي أكسنت،
بالنسبة لل يعني توفير قطع الغيار اللي تميزت السيارة تفوقت على خواتها وهي الأفضل فيهم حتما بالنسبة للمبيعات وبالنسبة للقيادة نوعا ما هنا بالسيارة هذه، مع أنها يعني لو قارناها بالنيسان صني نلقاها أغلى منها ونلقاها أغلى نوعا ما من اليارس. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسون دعم القناة، واللي ما اشترك معنا يشترك، ولا تنسون الإعجاب فيه. وعموما ما ودي أطول عليكم، ما يحتاج أني أطول عليكم، سيارة سريعة أخذناكم فيها جولة عشان تعرفون أهم المميزات اللي جت في موديلات 2017. أخوكم عبد الرحمن خالدي من معرض مع الدين للسيارات، والسلام عليكم.